في مفاجأة جاية لك على التليفون. يا ربنا يستر. معانا مين؟ قولي ألو. 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 أيوة. هلو يا مي. مين؟ معانا السارة الخولي. خولي. عاملة إيه؟ لاعبة النادي الأهلي لكرة اليد. أنا مش عايزة أقول لحضرتك بقى إن سارة الخولي. أيوة. يعني ست بيت يعني هي لسه طبعا ما ربنا ما كرمهاش بقى واتجوزت ربنا يكرم ويرزقها يا ساره بس تعمل اكل تحفه يا ساره الكلام الكبير ده تحفه حلويات قوي حلويات وكله يعني هي ما شاء الله اللي بتغذينا في طب ما تقولي لنا بقى يا ساره احنا مبسوطين بسماع صوتك اولا والله وانا كمان جدا والله حبيبتي احكي لنا طبعا مي كده مواقف طريفه بينكم ولا حاجه لا هي ما بتعشق اكلي يعني هي ما هو واضح اهو ما بتعشق اكلي انا حاسه انها لولا الحلقه كانت يعني ست سابت دلوقتي بلغت فرار ومشيت راحت لك دلوقتي قبل كل ماتش هي هتعملي لنا ايه بقى يلا بقى شوفي طب قولي لنا بقى في المعسكرات بتعملوا اكل هي بتيجي قبل المعسكر هي معاها شنطه فيس ايوه وتعدي علينا بقى في الاوض في الاتوبيس في الاوض والاتوبيس انا عامله ده يروح انا عامله ده يلا دوق وتعدي على واحد واحد فينا انت اللي تبي عاملاه يا ساره ايوه هي وبعدين طب ايه قولي لنا نوعيه الاكل بقى وانتوا بتاكلوا حلويات ولا لا ممنوع بتاكلوا فواكه بس عرفينا كده يعني لا بناكل عادي بناكل عادي طب ايه بقى قولي لنا اكتر ناس بتاكل الرياضيين دول اكتر ناس بتاكل بس اكلات صحيه صح كده دايما يعني دايما فعلا طب امتى بقى ما بتاكلوش ده لما بيبقاش فيه تمرين والله لا يعني بصي لو في ماتشات مهمه ما بناكلش اكل صحي غير كده لا عادي يعني. غير كده عادي شغال معانا زي الفل كله شغال عادي ما بننصحش الناس طبعا بالحاجات ما تنصحوش ما تقولوش الكلام ده احنا بنعمل حاجات غريبه يعني بناكل حاجات ما تتاكلش مع بعض والله لمجرد ان احنا فرحانين ان احنا موجودين مع بعض في مكان واحد وان احنا بناكل فاحنا بناكل حاجات ما تتاكلش مع بعض طب ممكن اسال كشري ايس كريم يعني بناكل تركيبات اصلا يعني ما بننصحش اي حد انه يعمل كده حقيقة. يعني احنا بناكل حلو هادئ كل حاجه كل مع بعض عادي طب خليني بقى اسالك حاجه بقى قولي لي دلوقتي هي كانت لاعبه معاكي وبعدين دلوقتي اصبحت كابتن الفريق ايه اللي حصل فرق في مي معاكي في الحالتين هي دلوقتي مدربه فريق طب ايه بقى احكي لنا كده عن مي معاكي هل اختلف الطباع بتاعتها خالص لا يعني هي مي في البيت زي ما هي عايزه احنا اصلا كنا في الاول ما كناش عارفين لما مي بقت مدربه احنا ما كناش عارفين احنا هنتعامل معاها ازاي ايوه طب هل مثلا في حاجه هتختلف بتاع لكن هي مي لا هي احنا فضلنا زي ما احنا عادي خالص مفيش اي حاجه لا وبعدين اتعاملت ولقيت الدنيا جميله هي اصلا كمان عشان اقرب واحده لينا سنا وكده اللي هو في الفرقه يعني كجهاز او كده ايوه بتبقى اكتر واحده معانا في كل حاجه وكده فاهمه قصدي فاهماكي انا عارفه ليه بسالك لان لما الصداقه بتبقى فيها صحوبيه وبعدين تتحول انه في حد هو اللي بيليد دايما بيبقى فيه كده جزئيه ممكن تاثر على العلاقه لا لا هي اصلا ما بتبقى معانا احنا اكتر من الجهاز كمان يعني هي بتبقى معانا احنا على طول ما لا ما فيش الكلام ده خالص حبيبتي انا والله يا ساره مبسوطه جدا بسماع صوتك ميرسي لانك محبتك لمي خليتك تكلمينا والله وانا كمان والله حبيبه قلبي وبشكر وجود مي وان شاء الله رب دايما كلكم يعني تبقوا فايزين كده ببطولات وتبقي معايا ان شاء الله مره تانية باذن الله ان شاء الله ان شاء الله شرفتينا ونورتينا يا ساره ميرسي ليك باي باي بتتعاملوا مع بعض ازاي